يبدو أن لعنة الاحتجاجات في دول العالم الثالث قد انتقلت هي الأخرى مثل فيروس كورونا لتنتشر جنبا إلى جنب مع كوفيد-19 هنا وفي قلب تورونتو، حين قام البعض بتشويه أشهر لافتة في أشهر وأكبر ميادين قلب مدينة تورونتو وهو ميدان نيثان فيليبس. اللافتة المشهورة هي التي تحمل اسم تورونتو بحروف إنجليزية كبيرة، حيث قام البعض بتشويهها وكتابة عبارات احتجاج عليها خاصة من خلف الحروف. المشوهون لم يكتفوا بذلك بل ربطوا أيضا عليها لافتة كبيرة لتطمس حروفها. الغريب في الأمر بل ما يدعو للسخرية أن مصادر المدينة قالت إنها لا تعرف هوية من قاموا بهذا العمل بالرغم من وجود كاميرات مراقبة في وسط الميدان. تابعونا دائما على هوا تورونتو لمعرفة الجديد من الأخبار، وأيضا تابعونا في موقعنا الإخباري أخبار كندا وماي سكند هوم تي في. سبسكرايب لايك اند شير، اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.